أطلقت شركة نيسان الجيل الحالي لسيارتها الرياضية Z370 في عام 2009، وبعد مرور 3 سنوات منذ إطلاقها أعلنت اليوم نيسان أنها ستكشف عن نسخة محدثة من طراز Z370 في معرض شيكاغو للسيارات، ويتوقع أن تكون التحديثات بسيطة جدا مثل إضافة أضواء LED وبعض الإضافات التي قد تعلن عنها نيسان خلال الأيام القادمة. نيسان Z370 هي من السيارات الرياضية القليلة التي ما زالت تستخدم محركا أماميا يعمل بدون شواحن تيربو أو سوبر تشارجر وبنظام الدفع الخلفي، ونتمنى أن تقوم نيسان بإضافة المزيد من القوة لمحرك هذه سعة 3.7 لتر لتنافس هيونداي جينيسيس كوبي الجديدة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.